بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كابتي كفلت زلو مالتيو شهر الهجري كل جزي عسران شعاتن يخون سلاسة يخون كابزي عسران شو منتن زبهال يبلنا ناب هجري مالتيو سلاسة حدن زبهال دماني يبلنا كل جزي خندي أتخون مالتيو عسران شعاتن سلاسة أتخون مالتيو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين انتايلهم إن أمة أمية إلهم لا نكتب ولا نحسب إلهم الشهر هكذا إلهم شهر ورحي كمزي إلهم ملك تجيرهم وأشار بأسبوعه عليه الصلاة والسلام بس أبو عتم جيرهم ملك تجيبهم حجر أيوان زين كندي جيرهم كمزي إلهم كمزي إلهم كمزي إلهم كندي كوينا ثلاثة شهر هكذا إلهم وأشار بأصابعه عليه الصلاة والسلام إلى عدد الثلاثين وإلى عدد التسع وعشرين قال أيضا من خمزي أجيرهم كمزي أجيرهم كمزي أجيرهم مالتهم وعسران شعتن وثلاثة أتخون مالتهم كابزي دوت سيبلنان مالتهم. إذن انت دعا هلال زير إنا دماني انت يتخون مالتهم عدة شعبان ثلاثين نكملا مالتهم هو حج حادث من الباش بتسألاء تزلو وتأسير انت دعا خوينو يعني هلال يفلت قال يفلت انت دعا خوينو انتهي قبر كل جزي مالتيو 30 30 دا قبر تقدير قبر مالتيو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم لا تصوموا حتى تروا الهلال لهم ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم ترى قمة خوينو نفاس خوينو كتري عند حرزي كيل كاخني انتهي تقبر مالتيو فقدروا له لهم زي أبو رواية البخاري ومسلم قالوا أيوة تقدر مالتيو خلاص يعني 30 تقبر مالتيو. حتى بكالي رواية ونا لا برواية البخاري وأبو داود أيضا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 لهم ثلاثة ملاء مالتيو. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان لهم زي برواية البخاري ومسلم إحنا أنت ملوا حنت مع التوسخ كسي حنت مع التصمكوا أي تبلني خا لا بتشرعي خا تقيد مالتيو أنت لهم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لهم إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه لهم إلا سبد صوم نيرو عادة نيرو مالتي سون حامسون ويدمان ما حنت معلت صوم حنت معلت يفطر كم زيت زي كوينو مس رمضان أبتها يوم الشك كتصوم يبولون مالتي بفلا يوم الشك أب عمار بن ياسر رضي الله عنه انتايلو عند البخاري تعليقا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم انتايلو انت رأبتات تقرأت إرمع التس أي مسني نا أبو القاسم عليه الصلاة والسلام مع سيا جيرو مالتيو إذن أبتات تقرأت إرمع التي ومعنى ذلك أن الناس إن لم يروا الهلال فلا يجوز لهم أن يصوموا اليوم الأخير من شهر شعبان من باب الاحتياط من باب الاحتياط الكاسي كتصوم يبل كان مالتيو وإنما عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما والله قم خوين ولا قال أنت أخم قال لك خطري أي كأل كان لك خلاص كمل لك ولا أنت حالفك أي تقهي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيدوا من أيهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لهم عليه الصلاة والسلام. إذن المعتبر أنت إدل مالتي في رؤية الهلال إذا رأى الهلال سبات انت راري اما شعوخه تاتوم برمضان اتينا تبل اما قمت خوينو قال لكن 30 خاتكمل مالتيو. طيب كن مصاينا حتو تات دحركه نبلنا ما المعتبر في رؤيه الهلال اذا راى الهلال اهل ناحيه فهل يجب على جميع الناس ان يصوموا زياد ماني مساله ترى حجي ابز عد انت ترى ياسيني كل عالم زلو كل كتصوم مالوس ولا نناتهم يمزقوا برو من أهل العلم من يقول نعم لهم إذا رأوا أهل ناحية وجب على جميع المسلمين أن يصوموا لهم ده حد يري أمة حد بوتان ده حد أمة في مشارق الأرض والمغارب هذا اللص كتصوم له وجب له من أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة النبي عليه الصلاة والسلام كتب رواية البخاري ومسلم تأم لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته قبل خلوصي نحاد وقن دلو يكونن نخلاتنا يتزروان عند عر بتشه نخزلو ريوم ماسي كل خط أو مالو زبل علماء اللو مالتهم ومن أهل العلم من فرق قال أهل العلم لكن لا إلهم بأن هذا لمن كانوا في تلك الناحية بحادش نخزلو نساتهم يمدوا أمو واعتبروا هؤلاء اختلاف المطالع إذن بقري لهم اختلاف المطالع زبها لالو إذن يوم كريئوا خلوا أبتهم حدا عد في الله يرحيق زبولون تداخوا لهم سني كريئوا يكون لهم إذن كلاتهم تايكوا قبروا لهم ببزر أيوة يوم كتصوموا زلوهم إن شاء الله زي مسألة واضحة.
ولذلك انتهي لهم ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس نزي دليل كل سبب بوتو كري دلو ودولو طبعا قربات خوين كات اقام يبولون لكن استفال عليه مشارق الأرض ومغاربها تلوون ترى أخوينهم لكن زيهم كري اللو وميلهم نزي مرتعو كامنتا يوسيلهم حديث ابن عباس ابن عباس كما في صحيح مسلم انتهي له رضي الله عنه كوريب زتبه عليه أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام أم الفضل نمل إخاته زي حزو أخو مسائل عبي مسائل زي كوريب تلاقي أخو يخيد أم الفضل لإخاته ناب شامي خيد مالتيو حد قداي نيرو تلاقي أخو مالتيو أب أي بتزح حجي انتهي بل فقدمت الشام فقديت حاجتها أبو تزدليت تلاقوه نسفت إيمة ودي إيبل مالتيو واستهل علي رمضان وأنا بالشام أب شام كله انتايري إنايلو رمضان أخيلو إلو فرأيت الهلال ليلة الجمعة زي أنا حتى كأنا شيخ عبد الواسع مع سيري أمه ليلة الجمعة ليلة الجمعة أنت رأيلنا مع اسم مالتيو حامس مالتيو خمس حجة حامس مشد مالتيو ليلة الجمعة ري أمه ثم قدمت المدينة بدحرينا مدينة متئلو في آخر الشهر حجي فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال كما ينيرو كنتات قال ملتاتي حتى نيرو دحري بزعبا هلال حتيتو انتهي لو متى رأيتم الهلال يعني بالشام أبشام ينيرو نسومش مع سير إخوما أيلو حتيتو فقلت لا رأيناه مع سير أمة ليلة الجمعة رئينا يلو فقال أنت رأيته يلو بعين خاري إخايا يلو فقلت نعم هو رئيا ورآه الناس وساموا وسام معاوية أنا رئيا سباتوين رئي أمة معاوية رئيوة يعني أتزازة محل ألفون كل سب تسعيمو علو مع سي ليلة الجمعة قال ابن عباس انتهي لو ابن عباس هم مدينة امزلو لكن يعني في المدينة يلو رأيناه ليلة السبت نحنا لكن مع سرئنا يلو ليلة السبت ينار إنا يعني بعد أهل الشام بليلة بدحر يوم حانت ليت سأني عمالتهم فلا نزال نسوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه يلو خلاص نحنا حد جنبار بتازر أنا كن رأينا كن تبينا مسر أنا نفتر ويدماني سلاسة معلتي كن كملينا يلو ألا تكتفي برؤية معاوية يلو وبعل معاوية رئي أمان ديوم بتزر أيوة أكلن ديلو فقال لا إلو لا إلو حجي قال سباتي زي جو اجتهادنا ابن عباس كخون خيل يكبل خيل لا اجتهادنا ابن عباس هيكون ننتايلو هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام كم آيم عزيز ومن عيلو إذا نباري حجي انتي أتخون مالتي كل مطالع اختلاف دلهم تدأخونهم لنا تميروا مالتهم إذن يقولون العلماء نحن مطالبون بأن نعتبر الرؤيا ولا نعتبر الحساب الفلكي حجي حساب الفلكي طبعا نبحك دقيقين يوم ولا انتخونا نحن مربوطون بالرؤيا بتا رؤيا بتا رسول عليه الصلاة والسلام سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته زبولوا بأينا نخيدي لهم مالتهم إذن حجي انتهي مسألة وسيدنا اختلاف المطالع على مالتهم بزع كن الدايق قبلنا أحيانا انتهي بلكاسي إذا أمة إسلامية لهم تكنولوجيا أبي بتحلو بحانت زين خون قليلو سب يبل يدايق صح لكن بحياة الصحابة إذا قد يزوين ترخيبون يرؤيهم مالتهم المسألة التي تليها كالي مسألة دماني أقداسي تسخونت إذا صام رمضان في بلد صام بعد البلد التي فيها الآن كم تان أي كوريب زقات أمت مالتيو أبزي مثلا يتقوم مالتيو إذ يوم عدي زياتهم لكن معاس يوم تسعيمهم دلو دهرت يوم حادة عدي يوم نسو دماني بزي تسعيمو حجي نابتهم عدي يوم أبو يعيد يدعي يديلو أبو يخيد مالتيو حجي حانت معالتي تايكوينات الله قولي لا تلا مالتي حجي مسكدسني أبو عيد يقول له أنت يقبر هل عسران شمونتن ديت إيه مزولو حجي أنت يقبر أنت دايلو كفتر مالتي أنت دايلو نا هو أفتر نبله كفتر الله مالتي لأنه عيد أنت دا مسلمين أبتزل خاي عيد عيد غير ماله مسأتهم يخاف فتر مالتي دحري لكن أنت الله تكا مالتي حنت معلتي قضاء الله تكا مالتي عكس تخوينا خني قدمهم بتصوموا نيروم زيهم عاد زيهم قدمهم تصيمهم زيهم قدمهم يوم تصيمهم تمني عنتوي زيهم دمان دحيرهم تصيمهم حجي أنا سني مستوم أبتي هذا لو سدرى لو نمو نبأتهم كعيد يلو أخيدو دمان حجي حجي زيهم دماني سلاسة كميلة ما لو مالتي من السر ما أنت ما علت دمان تايكوين لو زيادة لا تو حجي خن تايك جبري أنت رأيلو أنت أي نبلو أب أب هجران يا عرب أنت يلني لا ينا سلاسة حدا نزبها ليلن يا عسران شعتن
يا دماني سلاسة فيقال نتايب له أهل العلم لا يفطر قبلهم إنما يفطر معهم فحكمه حكمهم مسؤومي خاصة أخانو بلو مالتي كم يبلو علماء مالتي لكن تحنت معلت زيادة زلخني تحنت معلت زيادة دلا إن شاء الله لا يضيع أجره بإذن الله هبك نمرب إن شاء الله تأجر خائد تفئني مخنياتو كل جزي انتي أخاك تكون دلكا مشتو مع سلام أحواتك مسؤوم كتفل لي بالكان قال علماء له والله سلاسا حدين أي تؤمنيو كفتر الله ودبول الله مخن تفتيرو خن انتر أفتيرو دما سيرا أبغوزو خوينو يفتر مالتي جهرن كفتر يبولون زبول الله لكن انتي أرجح مبزحتهم علماء زبولوا مالتيهم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون مس جمعة مس تي دل خايبوتا مس إخا كتكون زلك عمالتيو طيب والمسألة التي تليها كالي دماني مسائل زي طبعا كل زقات امي مالتيو عجي ممكن ابتا ابزيت امكات جمرو دحرى بكالي عد تغيد كان تأيز قبر زبل زو علماء ملسيه بومنا مالتيو لو أن إنسان نام ليلة الصوم إذ من عادتي أن ينام مبكراً صباح عيد رمضان دي ولا رمضان أيكون ذات بحاله خلو دك أسوسيدو كيف لتن خلو فجر خيدو رمضان دي أيكون نايفلت أنا له حج نياي جبران حديرو مالتيون تأتى عيد صباح رمضان دي أيكون نايفلت أنا حجي أنت يخون حكم نايس بزي هذا الإنسان يلوم على أحد حال حالين يزولو كاب كلتة نقرات كاب كاب كلتين أي وات إنيو أنت أتحنتي إما أن يكون قد أكل وشرب ويبل عسيت يلو مش أي فلت أن يزولو خلاص سجدو حتى وين فجر سجدو متيو رمضان يزبلو أي رخبن خلاص متيو قرص بليعو نسرح خيدو مالتيو أو لم يأكل ويشرب ويدماني أي فترن علو نسرح خيدو أجي كابزين كلتين حنتي إني أزلا مالتيو فإن لم يأكل ولم يشرب انت العديب العديسة يخوينه إلى معلمة أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لكن الثاني أخني من مش النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له لهم نياخي قبر انت حدير أفرد انت أخوينه لا قدني خليت تقبر مالتي انت العديقر تانيا بزي مقبار خنتي كتكون يا لهم قالوا العلماء لم يعلم بذلك فكان ذلك عذرا له سبد حتى تلا أبتامس فلت إيه حج فليت وقالوا أبتاز فلتة شعاي وتاني أزجبر لهم مهناتو لك كم تانا إتا يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم من أصبح مفطرا إلهم فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم إلهم أبتع عاشوراء كلام على تي زياب رواية البخاري ومسلم زلا حجي تجمع يقولون لكن أن يكون هذا الإنسان الذي لم يبلغه إلا في النهار أنه أكل وشرب دبل عدستين تقولون خاني تمام جرو أفطروا سرع خيلوا أترم دا ما أنا دا أديك إنسان دي سمعك قبلك عجي طبعا مفرط خون يقولون أب سب زي يقولوا قال أنت خوينه مالتيو فما الحكم أنت يخون حكم نايزي من أهل العلم من يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كم ترسل دبلوا كم أين حكم نهبيلهم أبصيام عشرة أنت يلوم النبي عليه الصلاة والسلام دبل دفترة تخوينه بقية يومه تأميو علي لهم زي بل عن تخوينه دماني كم تازلوا يتأمي لهم سلازم بقاري ولا أنت بلع ولا أنت ستيسني خلاص يزيسبزي سلازي فلتي كبزة حججن إمساكي قبري لهم امساجيرو يوعلي لهم ولا حنت دماني يبلون يبلو زي اختيارنا شيخ الاسلام ابن تيميه لكن زوج علماء مالتيو انتاي لهم لا زي سبزي اولا شهر رمضان حرمنا شهر رمضان دمانا عظيم تيمو يوعلي لهم كويس نايزا افت نايزا دبل عدماني كقضيا له ويلو كباتهم حدي شيخ عبد العزيز بن باز كقضيا له ويلو مالتيو مهنياتو بليعيو فرق معلت بليعكا فرق معلت صومي لنا يقدن بتدماني انت اي قبرنا له مالتيو نيا اي قبرنا له سلازي زا معلت زيئة يقاديا اي لهم مالتيوم طيب المسألة التي تليها بدحري ادلا مسألة دماني اذا رأى الهلال او رؤية الهلال وبلغ الناس دخول الشهر من الذي يلزمه طيب سبات كتات الواتس أني حمزة ورحزيئة الحمد لله صباح رمضان تباهلو تفليتو حجي صباح رمضان مستباهلي نماني واجب زخونو سيام انت دائلنا على كل مسلم كل أسلامي هلال شهر رمضان ترائلو انت دائل تباهلو واجب يخطئو مالتيو أولا أن يكون مسلم قال أي دماني عاقل وبالغ قال أي دماني مقيم
قادر سالم من الموانع كل الدمان زلو خونا لو مالتي جي شاي دمان دحداجي كوينو ازي كتصوم جديتو مالتي فالكافر كافر تخوينو لكن لا يصح صومه مالتي لانه ربنا عز وجل خطاب لمن يتوجه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام اذا الصيام يلزم المكلف وهو البالغ العاقل ترى عاقل كوينو مدماني موانع زي بقولن ترى خوينو قديتي كتصوم مالتيو إذن رؤية الهلال مستر آيت كابزا جزيزي أسلامي كوينو جياشاي كونن موانع وين يبولن إذا سبزي قديتو كتصوم مالو مالتيو وإن شاء الله قرب تاني إحنا كن من لعينا تريفات نازلة ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.